هل يجوز للمتمتع والقارن أن يحلق قبل أن يذبح في الحج؟ نعم لا بأس، إذا رمى الجمرة هو عليه يوم العيد أربعة أشياء، عليه الرمي وعليه الحلق أو التقصير وعليه ذبح الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا، وعليه الطواف، طواف الإفاضة والسعي، أربعة مناسك. كونه ينظمها أولا يرمي الجمرة ثم يذبح هدية ثم يحلق رأسه ثم يلبس ثيابه ويتطيب ثم ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل. وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو حلق ثم رمى أو ذبح ثم رمى أو طاف، راح للبيت على طول وطاف ثم رجع ورمى، ما في مانع، ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا فيه تيسير على الناس، لأن فيه من الناس من ذهابه إلى مكة أيسر له من الرمي، ومنهم بالعكس من هو الرمي أيسر عليه من الذهاب إلى مكة، فالناس يتفاوتون في هذا، هذا فيه توسعة على المسلمين. نعم.